هذا الشهيد أحمد عبد الصمد مراسل قناة دجلة الفضائية. الإسلاميين المتطرفين القتلة الأحزاب المجرمين اللي يذبحون باسم الله وباسم الأئمة وباسم الصحابة وباسم النبي هم اللي كتلوا المراسل أحمد والمصور. خلي نشوف أحمد ليش انكتل أنا وياكم. لكن يعتقدون اللي كتلوا أحمد يعتقدون أنه خلصت القصة. الذيل الإسلامي اللي كتل أحمد يعتقد أنه خلصت القصة ويعتقد أنه أسياده باقيلة ويحموه. لكن هو ما يدري هذا الذيل المتشدد المتأسلم والأحزاب المتأسلمة الذيول ما تدري أنه البريعصي أول شيء من يحس بخطر شي يسوي يستغني عن ذيله. فلما تكون ذيل البريعصي لا تتخيل راح يبقى متمسك بيك إلك يوم ويعوفك. شوفونا الفيديو شنو سبب مقتل أو استشهاد المراسل أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا في قضاء الزبير اغنى المدن النفطية بالعالم، ومن اقول بالعالم يعني عندنا حقول نفطية وعندنا مصفى وعندنا كل شيء وعندنا معامل ومصانع بالزبير، اغنى مدينة بالعالم الزبير. لكن الزبير شنو؟ الزبير مسلمين بيد الحرامية وبيد اللصوص. وهاي نسائنا، شوف هاي المرة تدفع عربانة وتبيع ماي، شوفوها تدفع عربانة وتبيع ماي في أغنى مدينة بالعالم. ليش؟ لأن كاضينا أحزاب. ليش؟ لأن كاضينا ميليشيات. ليش؟ لأن كاضينا حرامية. هذه المرة شو تسوي؟ تبيع ماي بقضاء الزبير. الزبير النفط ماله طالع فوق الأرض، وراح أراويكم بعدين أيضا من قد النفط البي الزبير النفط ماله طالع فوق الأرض. لكن يا من تحكي ويا شريف ويا رجل دين ويا حرامي ويا حزب، عندنا معمل الحديد والصلب وعندنا البترة وعندنا الأسمدة وعندنا المصفى وعندنا 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 الآبار النفطية. قاعد أقول لكم أغنى مكان بالعالم الزبير. لكن شنو النتيجة؟ النتيجة خلونا ذول جو من 2003 لحد الآن خلوا نسائنا تبيع ماي وتدفع بالعربان تبيع ماي. أنتم شايفين الكارثة؟ شايفين الموقف شنو لو ما شايفينه؟ ذول أنتم قاعدين على الكراسي قاعد تفترون بالشوارع تفترون بالسوق قاعد تشوفون إيش قاعد نعاني إحنا لو ما تشوفون. هي قاعد تبيع ماي الآن، تدرون لما الله يساعدك. شلونك خاله؟ شلون صحتك؟ الله يساعدك امي. انت الان ما اعرف انت قاعد تبيعين ماي؟ طبعا تبيعين ماي وثلج وبالزبير وبمدينه النفط ومدينه الخيرات. ما اعرف شو تقولي المسؤول، بس رسالتك المسؤول شو تقولي له؟ ما اعرف هو يقبل امه تبيع؟ انت المسؤول تقبل اختك امك تبيع حكي؟ لو كلها بالخارج قاعد هناك. اللي قتل أحمد اليوم حكمت المحكمة بالإعدام. أول ما سمع الحكم سجد شكر لله. اللي قتل هذا الشريف المجرم اللي قتل هذا الشريف سجد شكر لله. هذا اللي انحكم بالإعدام اليوم اللي قتل أحمد والمصور لما انسجد شكر لله يعني شنو؟ يعني نفس الفكر ما داعش، بس فكر داعش للأحزاب الذيول. لأنه اللي قتل أحمد والمصور هو مو داعش جاي للموصل، لا هو داعش مال هاي الصفحة، داعش مال البصرة، داعش مال الناصرية، مال الأحزاب اللي دا تحكم. يسجد بعد أن يسمع الحكم شكر لله. ليش؟ لأنهم مغذين دماغه.
ما نقدر نقول غير الله يرحم كل شهداء العراق.